من الواجب على الإنسان أن يعتقد بالله. هذه العقيدة تسمى بعقيدة أصول الدين. عندنا نحن أصول الدين وفروع الدين. أصول الدين خمسة: الله يعني هو الذي يسمى بالتوحيد، الثاني العدل يعني أن الله عادل ولا يظلم أحدا، الثالث النبوة يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق أنبياء عددهم 124,000 نبي، وهذول كانوا منتشرين في بقاع الأرض، حتى في أمريكا آثار الأنبياء موجودة، في الصين آثار الأنبياء موجودة، في الاتحاد السوفيتي آثار الأنبياء موجودة، يعني كان أنبياء لهداية البشر، أولهم آدم وآخرهم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع الإمامة. الإمامة يعني أن رسول الإسلام عين بأمر الله تعالى بعده 12 إمام: الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وهكذا إلى الإمام المهدي وهو الإمام الثاني عشر. هذا يسمى بالإمامة. الخامس المعاد. المعاد يعني شنو؟ المعاد يعني نحن إذا متنا نحشر مرة ثانية. لقمان قال لولده: كما تنام تموت وكما تستيقظ تحيا. شلون الإنسان يستيقظ؟ باختيارك من تستيقظ؟ أبدا مو باختيارك، فالجهاز في داخلك يشتغل. هذا يسمى المعاد. كذني خمس.